تدين وزارة الخارجية استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة واستنكرت الوزارة بشدة في بيان قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة خميس مشيط في اعتداء سافر على سياده المملكه وامنها واستقرارها وتهديد خطير لامن وسلامه المدنيين الامنين واشدت وزاره الخارجيه بكفاءه وايقاظه قوات الدفاعات الجويه السعوديه التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره مؤكده وقوف مملكه البحرين في صف واحد الى جانب شقيقتها المملكه العربيه السعوديه ضد كل ما يستهدف امنها واستقرارها وسلامه اراضيها